السلام عليكم، ازيكم؟ في فيديو جديد هنعمل مع بعض زيت الروزماري. عملنا مع بعض قبل كده زيت الثوم، بس هو مش مناسب للجميع، ممكن عشان الريحة او عشان الحساسية، لان في ناس ممكن يكون عندها حساسية او فروة راسها حساسة. الفرق الوحيد بينهم ان زيت الروزماري هيكون بيطول شعرك اكتر من الكثافة، يعني الكثافة هتكون 30%. اول حاجة محتاجة اي علبة او ازازة متاحة عندك. انا دايما بخلي عندي علب فاضية زي دي. هنتكلم عن الروزماري لانه غني فيتامينات ومعادن كتيرة جدا، زي فيتامين الف وسي وبي 6، ثيامين، حمض الفوليك، وكمان معادن زي المغنيسيوم والكالسيوم والحديد والنحاس والمنجنيز، ده غير مضادات الاكسدة. كمان في دراسات وتجارب اثبتت ان الروزماري بيعادل المينوكسيديل ويمكن افضل، يعني احنا لو قارنا بين السعر والاعراض هنلاقي ان الروزماري افضل بمراحل. انا لو لقيت المقاله اللي بتقول كده هتلاقيني سايبها لكم في اول تعليق. هنبدأ نضيف الروزماري سواء كان مجفف او انتي زرعاه، اهم حاجه تتاكدي ان هو مغسول كويس ونضيف. احنا كده كده بعد 21 يوم بالكتير هنشيله. بعديها هنبدأ نضيف عليه زيت الخروع، ده المفضل بالنسبه لي، وانا هنا استخدمت زيت الخروع الاسود او الجامايكي. زيت الخروع جواه معادن وفيتامينات كتيره جدا، زي فيتامين اي وبروتينات، احماض دهنيه زي اوميجا 6 واوميجا 9. الاحماض الدهنيه هي اللي هترطب شعرك كويس جدا وتحميه من القصف، غير انها من اكتر الحاجات اللي تقلل شعري جدا، بس هي ما تستخدمش لوحدها لانها من الزيوت الثقيله. وحواجبي بس بلاش الرموش، انها سببت لي حساسيه فترة طويلة جدا في عيني، وده كان شيء مؤذي جدا، فنصيحة بلاش اي حاجة لرموشك. الزيت اللي انا خففت بيه الخروع كان زيت الزيتون. زيت الزيتون جواه فيتامينات كتيرة جدا، زي فيتامين الف، جواه كاروتين، جواه فيتامين بي 1 وبي 6 وبي 12، وجواه حاجات كتيرة معادن زي البوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والحديد والمغنيسيوم، كلها حاجات جميلة للشعر، غير ان انا شعري بينفع معايا جدا وبيكون مفيد بالنسبه لي لانه بيرطب لي شعري كويس، ما بيسببليش اي اذى. انا اخترت زيت الزيتون لانه هيكون متوفر عند الاغلب، بس ممكن تبدليه بزيت لوز حلو او زيت جوجوبا لو انت عاوزه زيت اخف. اما لو انت ما بتعرفيش تخلطي زيوت ومش متاكده اذا كان فروه راسك ممكن تستحمل زيوت زي دي، او انت اول مره خالص، هتلاقي فيديو في اول تعليق عن انواع الزيوت وازاي تخلطيها. الامن ليكي زيت اللوز الحلو لانه امان جدا ومش من الزيوت الحاره او الزيوت الثقيله. هبدا اكلمكم عن الفوائد. يعني وصفه الروزماري من الوصفات اللي بتستهدف دايما طول الشعر، يعني مثلا ممكن تلاحظي نتيجه سريعه جدا، لكن ما تنسوش اختبار الحساسيه. اختبار الحساسيه يعني انك تجيبي جزء منها على ايدك وجزء على رقبتك ومن فروة راسك، اي مكان ما يكونش ظاهر. انتي ممكن تستني نص ساعة او 15 دقيقة، انتي لاحظتي اي احمرار، تساقط، او ان انتي مثلا اي اعراض حساسية او اي اعراض غريبة توقفيها خالص، كده انتي عندك حساسية من اي حاجة موجودة فيها. كمان زيها زي اي وصفة ما توقفهاش فجأة، يعني ما ينفعش انك تكوني بتستخدميها مثلا مرتين في الاسبوع او مرة في الاسبوع وفجأة توقفيها، لأن الروزماري بيحفز وصول الدم للشعر، ده من أكتر الحاجات اللي بتخلي شعرك يطول بسرعة، وده أصلا اللي بيخلي المينوكسيديل يعالج الصلع الوراثي. بس احنا قلنا إن المينوكسيديل مش آمن، يعني ده أأمن وأرخص وأخف، فده عشان كده أي حاجة لازم تقف تدريجي. لو وقفتي تدريجي مش هتلاقي أي خسائر. هنا أنا هشرح لكم طريقة الاستخدام، هي على حسب نوع شعرك. دي كمية منها انا جربتها قبل كده، يعني مثلا لو شعرك جاف من مرتين لثلاثة اسبوعيا، لو انت شعرك عادي مش جاف ومش دهني مرتين اسبوعين كفاية، شعر الدهني مرة واحدة، ويفضل بلاش زيوت على الفرو. يعني بستخدم منها على فروة شعري والاطراف. عشان الكمية تبقى مناسبة انا بوريكم هنا شكل الازازة اللي انا بستخدمها. انا بحبها ليه بقى؟ لانها بتستهدف فروة الشعر، ده غير انها كمان محكمة القفل. مش عندك ممكن تجيبي الشكل ده،
الشكل ده لو انتي مبتدئة مش هتعرفي تخلطي زيوت، هيكون سهل جدا انك تخلطي بيه اي كمية معروفة للزيت التقيل، بتستخدمي معاه زيت خفيف ضعف الكمية، والزيت الحراق برضو بتستخدمي معاه زيت بارد ضعف الكمية. دي انا بستخدمها في حالة لو انا بستخدم كمية صغيرة من الزيوت او حاجة انا هعملها سريعا، بس انا مفضلهاش، لان انتوا لو بصيتوا على شكل الازازة هنا هتلاقوا ان هي مش محكمة ومش عملية ان انا احط فيها كمية زيت كبيرة، وهبقى كل مرة محتاجة ان انا اجهز حاجة والكلام ده كله. فانا بستخدمها في اضيق الحدود لما اكون عايزة اي حاجة صغيرة ممكن استخدمها وتخلص في ساعتها. دول الطريقتين اللي انا بستخدمهم، دول الافضل اللي انا شايفاهم. ممكن تستخدمي باي طريقة انتي ترتاحي بيها، بس انا ما بحبش ان الشعر يغرق زيت عشان ما يتقلش على البصيلة. ده كان فيديو النهاردة. الوصفة دي فعلا انا مجرباها، الروزماري انا جربته على نفسي وجربته على صاحبتي، احنا الاتنين شعرنا مختلف والنتيجة كانت حلوة جدا. مفيش نتيجة في الكثافة غير 30%، ده طول هتلاحظيه بعد 5 أسابيع. ده كان فيديو النهاردة، أتمنى يكون عجبكم. لو عندكم أي أسئلة قولولي عليها وهرد عليكم جميعا. إن شاء الله تكون عجبكم ويفيدكم. في أمان الله.